جات قوات يعني الجيش وطلبوا من جميع المغادر يعني الفوريه او يتم اعتقال جميع من هم متواجدون ويتم على ذلك الاعتقال يعني ترتب عقوبات. فاحنا طبعا في ختياريه وفي نساء وفي اطفال يقررنا انه في مرضى يعني فقررنا احنا انه نطلع يعني. I was sleeping in a mosque. Yeah. Right. And the soldier came. He told me I must wake up. Then he told me, no, you have to wake up and you have to go outside. You don't want me inside.